ده كده المعدات اهو يا جماعه، والطريق اهوت، وده الطريق ده بيطلع على النفق الصغير، الطريق ده بيطلع على النفق الصغير، وورانا هنا كده الدائري الاقليمي، ده كده الطريق الدائري الاقليمي ورانا، والطريق ماشي برضو ورا اهوت، واحنا كده ربنا يسترها. الطريق دوت يا جماعه طالع للعبور مباشر، ده كده